القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. إن تعرضك للضغط العصبي أو سوء تغذية لمدة طويلة ممكن يؤدي لتصبغ الشعر بكل أصبع لازم. خلي بالك، كل كويس وهدي أعصابك. تفضلي. لا 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 لا، انا جبت اخري خلاص من العربيه دي. لا لا، انا لازم ابيعها ان شاء الله. يا بنتي دي رابع مره تعملها معايا. طب التليفون هو 3 8 3 5 3. اكيد السواق هيجي ياخدها. طبعا. بصي هكلمك تاني. طيب بقى الشغل بتشوف كل يوم تقريبا. اتفضل. نديم، معقوله انت مش فاكرني ولا ايه؟ ازيك يا لبنى، اخبارك ايه؟ انت ازاي يا ابني اختفيت كده؟ ده انا ما شفتكش من ايام ثانويه عامه. اخبارك ايه؟ طمني عليك. انا تمام الحمد لله، نعمه وفضل والله. انت اخبارك ايه؟ والله انا كله تمام الحمد لله كويس. ايه حكايه التاكسي ده؟ انت كويس؟ انا تمام والله زي الفل الحمد لله. قطع يا عم الحمار انت، خلي بالك شويه. الله يسامحك يا سيدي، نورها يا لبنى والله. مره واحده حاجه صدفه خالص. انا هنزل هنا بس. برضه مصيره ما تاخدش الفلوس؟ ما يصحش. ميرسي يا نديم، نورتينا. سلام. على السلامه. على السلامه. ويقرأ أخبار الصباح الطالب نديم المنصوري. افتتح رئيس الوزراء الدكتور عاطف صدقي صباح اليوم مصنعا جديدا للحديد والصلب. يلا يا نديم بقى على الدنيا. مفيد فوزي، ماليش مزاج يا صف. انت هتتدلك من دلوقتي؟ امال لما تبقى مذيع بجد هتعمل ايه؟ ايه حكاية التاكسي ده؟ انت كويس؟ فتى يا عم الحمار انت. بدايتك
جديد ان انا موجود معاك ان شاء الله. حبيبي دي حاجه حبيبي يا سيف، ساعدني جدا. يخليك. اسمح لي احيي كل مستمعيك واقول لهم انا سعيد اني موجود مع حضراتكم. رد التعليق شكرا خيمه يا اسطى. اتفضل. شكلك ابن ناس مدير والله. ربنا يكرمك. هم ولاد الناس بيبانوا. الله يعزك. صباح الفل. تسلم كتر خيرك حبيبي. انت لسه تعبان ولا ايه؟ بس بدوخه كده بس. مع السلامه. بطني. مالك يا حسن؟ في ايه؟ بطني بتتقطع يا جمال. خير؟ في ايه يا رجاله؟ شكله تعبان شويه. عايز تراجع ولا ايه؟ اقف يا اسطى. حاضر. ثواني خلاص. احنا سكاكين يا جمال. لا 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 ما تخافش. مش قادر. اقف يا اسطى. الله يبارك لك. في ايه يا جماعه؟ انزل اقبل العربيه. سمعت قال لك ايه؟ انزل بدل ما احطها لك في قلبك. طب يا جماعه بالراحه. حاضر نازل اهو. بالراحه كده بالراحه. حاضر. عايزك بقى قبل ما تنزل تطلع كل اللي في جيبك. انا عايزك خفيف خفيف زي العصفور. ايوه يا دنجس. يا دنجس يلا البس. يا حلوه الكوبايه دي. اهو ده بايظ. يلا اثبت. يا ده انا خايف عليك لا تتعور. يلا مدينة نديم إبراهيم أتشواتشاي. المفروض اللي هيحصل بقى. اللي يحصل في إيه؟ العربية. هديك بلغت بالمحضر ولو في أي جديد هنبعت لك. محمد بيه هنا موجود؟ مريح جوه شوية. طب يعني ممكن تلاقوها إن شاء الله؟ ممكن وممكن يعني جايز ياخدوها يفتتوها 100 حته ويبيعوها. المهم انك اتصرفت صح. يغور التاكسي يا راجل يغور. المهم انك سليم ولا ايه؟ طبعا. سلام. ايه يا حاج بطاقتك. اهلا وسهلا. يا دنيا ولا في حاجه مخبيه علينا يا ابني؟ الحمد لله. الحمد لله ربنا الهمني ان انا ابقى هادي كده واتصرف بعقل. الحمد لله يا ابني انك انت بخير. الحمد لله. بس التاكسي هو اللي كان معيشنا. نخيل الاقساط اللي عليه مش مهم. المهم ابني سليم والحمد لله. الحمد لله.
أبقى ساكن بخمسمية جنيه في الدهر وعندي عمارة تساوي ملايين في مصر الجديدة. يا سبحان الله. احنا هنعيده تاني يا نديم، ما احنا بناخد حقنا يا ابني. حقنا؟ المية جنيه دول بتسميهم حقنا؟ يبقى عندنا عمارة تساوي ملايين وأقل شقة فيها ممكن تتأجر من 4 ل5 آلاف جنيه في الشهر وبتسميهم حقنا؟ والله الكلام ده ما يرضيش ربنا. طب يا ابني احنا فايدنا ايه وما عملناهوش؟ ما هو ده نظام الإيجار القديم. وبعدين على يدك قضايا ورفعناها وخسرناها وفلوسنا كمان خسرناها. بس أنا سامع اليومين دول الحكومة شغالة على القانون ده وإن شاء الله إن شاء الله هتفرج. حلني، ما هم بيقولوا كده من زمان. يلا أهو بكرة أول الشهر نشوف المية جنيه دول هيعملوا لنا إيه. طب يا ربي، طب والحل؟ والله الحل أنتوا عارفينه، ما هو مش معقول يبقى عندنا ملك وعايشين العيشة دي. الكلام ده ما يرضيش حد. أنا نازل. طب مش تاكل لك لقمة يا ابني؟ ماليش نفس. سيبيه سيبيه، الواد مخنوق، ساب كليته اشتغل على تاكس عشان يصرف علينا واحنا عندنا عمارة بملايين. مصر الجديدة، عمارة المنصورة، عمارتنا. عشت هنا سنين طفولتي الحلوة اللي ما فيهاش أي هموم ولا خوف من بكرة. يا عالدنيا عليك. هكلمك. اوكي. نديم. ازيك يا نساء؟ ايه؟ الحمد لله كويس. ايه ده؟ انت قاعد كده ليه؟ هو انت جاي تاخد الايجار بدري ولا ايه؟ ايجار؟ هو ده ايجار برضه. طب ما تفضل تشرب حاجة. لا كتر خير، كنت معدي بس كده اشوف عم عابدين البواب لما فلوس الصيانة ولا ماشي على طول. الأستاذ سيد عامل ايه؟ والدتك بخير؟ بخير والله الحمد لله كله تمام. بقول لك يا نسا، ايه كنت عايز اكلم الأستاذ عبد الرحمن. انا عارف ان هو بيرجع كل يوم الساعة 5 وانا بكرة هبقى موجود في العمارة من الصبح، فيا ريت اول ما يرجع حضرتك تبلغيني. بس خير في حاجة؟ خير ان شاء الله، كل خير. طيب بعد اذنك. ايوه 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 حاضر حاضر. ايه يا عم الخبط والرقع ده؟ يا سعيد كنت نازل؟ لا انا كان عندي كام مصلحه كده هشقلبها. خش خش. مالك يا عم؟ وشك مكرمش كده ليه؟ عربيتي اتقلبت مني يا موسى. التاكس؟ تعالى تعالى روح لحد هناك وهناك نتصرف. نتصرف ازاي؟ الصحفي الناجح هو اللي يعرف يتصرف في المواقف زي دي. عايز ايه ده؟ مش عارفة، أنا حاسة إن هو جاي يتكلم في موضوع الإيجار ده. اللي اسمه نديم ده مش سهل، أبوه غلبان. ولا غلبان ولا حاجة، تلاقيه تهدي بس. ده سنين عمال يساومنا عشان أسيب له الشقة. ورفع قضية على كل السكان بس خسرها. طب خليه يتكلم كده وانا اديله فوق دماغه. ما اعرفش ان انا محاميه ولا ايه. قفله على الموضوع ده بقى، هو اصلا ما فيش في ايده حاجه يعملها. معاك حق يا اماني. بقول لكم ايه، سيبكم السيره دي وشغلوا لنا البرنامج بتاع الاغاني ده بتاع المسابقات، مش ده ميعاده برضه؟ ايوه. بقول لك ايه يا ماما، ما تقومي تعملي لنا فشار بقى لما يبتدي البرنامج. ما يسلم الحلقة.
الخير بوعدك. ياس يعني ياس من هلا للاخر. طبعا انت الاستاذ ورغم انه تبقى دائما حبيب الكل يعني. انت غلطان. انت كان لازم تستموت على عربيتك ولا تسيبها للعيال الهزق دي. انت هتستعبط. بقول لك رفع عليا سلاح. انت عايزني اموت نفسي يعني عشان خاطر حديد في حديد؟ مش احسن ما كنت تتقلب التقليبه اللوز دي؟ انا لو منك اقول انها اتسرقت وانا مش فيها. الحته هنا تاكل وشك. يا ابني دي الحته كلها هنا بتقول عليك انك ابن ناس. يا سلام. انا لازم يعني ابقى بلطجي ولساني زفر عشان يتقال عليا ذكر؟ انت حر بقى. بس انت كده هتسيب حقك؟ بس خد يا الامر اشرف طعميه هو اللي هيدلنا فين عربيتك ومين اللي خدها. ولو اني مش فاهم عندك ملك بملايين صارح لي اجري في الشوارع. ما هو ده يا اخي لسه كنت بفكر فيه والله. انت لسه فاكر تفكر؟ ما انا ما قلت لك مفيش ثقه في موزه خالص. عايدها لك تاني انا كفاءه اخلص لك الليله دي. ازاي يعني؟ اخلي لك العماره دي وتبيعها ارض. يا سلام بالسهوله دي. طب ازاي؟ مالكش انت فيه بقى. انا اوعدك ان انا اسلمك العماره. سعيد موزه لما يوعد لازم يتوفى في وعده. بس انت بحلي لي بقي. ما انا عايز اعرف برضه هتخليها ازاي؟ مش ممكن تعمل حاجه شمال كده ولا كده؟ يا عم لا شمال ولا يمين. انت ليك تستلم عمارتك وانا اسلمها لك في شهر. هو اكله بحلقه؟ سعيد موزه. نعم. بقول لك ايه؟ ابعد خالص عن الموضوع ده. انا مش عايز مشاكل. انت حر بقى. انت اصلك كده غاوي فقر وشحاته. طيب انا نازل ساعتين زمن وراجع. خليك قاعد انت. سعيد موزة أعرفه من وأنا عندي 10 سنين. كنت وقتها لسه راجع أنا وأبويا وأمي من الكويت هربانين من الغزو العراقي وسايبين ورانا كل قرش أبويا عمله هناك. كل حاجة راحت وابتدى أبويا من الصفر. وعشنا هنا بعد ما كنا أجرنا شقتنا في العمارة قبل ما نسافر. أول واحد عرفته كان سعيد. ياما دافع عني وحماني من أهل المنطقة اللي كانوا دايما بيعتبروني عيل فرفور. وهو لسه لحد دلوقتي شايفني كده. وده لأن عمري طبعا ما شلت ولا سلاح ولا مديت إيدي على حد ولا حتى بغلط في أي حد. ياما سبت حقي وسامحت. مش ضعف ولا جبن مني، بس أنا كده مسالم ما بحبش المشاكل. بس يظهر بقى إن خلاص لازم أتغير. عشر شقق كل واحد من سكانها ما عندوش استعداد إني أقرب لشقتهم أو حتى أخد مليم واحد زيادة في الإيجار. أنا لو مكانهم هعمل زيهم وأكتر، بس برضه هما لو مكاني ما كانوش هيرحموني. يبقى لازم أحاول. لازم. أنا عايز أعرض عليهم فلوس. هيطلبوا منك فلوس كتير ويعجزوك. مش مهم، يطلبوا اللي يطلبوه، المهم نفك الأزمة اللي إحنا فيها دي. وكمان ربنا يديكوا طولة العمر والصحة. إحنا بنحتاج أدوية مش أقل من 1000 جنيه في الشهر. ويعني بعد سرقة التاكسي والأقساط اللي لسه مكملة معايا دي، هجيب الفلوس دي كلها منين؟ وكل ده إحنا لسه ولا أكلنا ولا شربنا. يا ابني أنا مش عايز أحبطك ولا دخلك في مشاكل. سنين وانا بحارب في الموضوع ده وفي الاخر فشلت. عارف يا بابا، على قد ما سرقه العربيه دي قهرتني، على قد ما صحصحت لي دماغي. انا كنت كل يوم من صباحات ربنا مكفي على التاكسي لحد اخر الليل، كنتش بفكر في اي حاجه. بس اللي حصل ده لقيته اشاره من ربنا اللي احنا لازم ندور ونجيب حقنا. ونعم بالله يا ابني. شوف يا نديم، العقد شريعة المتعاقدين زي ما انت عارف، والمسلمون عند شروطهم. المهم يا ابني ان هم لم يضعوا شرطا احل حراما او حرم حلالا. لكن مفيش مشكلة من ان المالك والمستأجر يتفقوا مع بعض على تغيير قيمة الإيجار.
خلي بالك ان القيمة الإيجارية للعقارات دلوقتي أصبحت لا تساوي شيئا. طب أنا يعني يا شيخ عبادة لو رحت طالبتهم بتعديل قيمة الإيجار هبقى أنا كده على حق؟ أكيد يا ابني على حق، بس في نفس الوقت ما تقدرش تجبرهم، لازم بالتراضي يا ابني. صباح الخير. أهلا يا نديم، بقالي كتير مش بشوفك. معلش أنا آسف والله غصب عني، أنا آسف يعني لو بزعك حضرتك. لا أبدا، ثواني وأجيب لك الإيجار. ده إيجار إيه بس؟ أنا كنت جاي أكلم حضرتك في موضوع كده، هم 10 دقايق بس مش هطول عليك يعني. اتفضل. شكرا. آية يا حبيبتي، كلموا آية عايزين يقابلوا عبد الرحمن تقريبا عشان موضوع الإيجار. يا أختي خلصنا من الراجل طلع لنا ابنه. اقفلي اقفلي دلوقتي. الله، يعني جاي بدري النهارده. اه ما انا قصدي ليه اسمه نديم ده جه؟ لا ما جاش. هو انت مالك شغله نفسك بالموضوع ده كده ليه؟ انا مش شغله نفسي ولا حاجه، انا بس عايزه ابقى موجوده. انا داخله اخد شاور، لو جه بخبطي عليا. بص يا نديم، مجرد الكلام في الموضوع ده انا رافضه. اخر مره تيجي تكلمني كده، وبعدين احنا اللي بينا عقود وقانون، وال10 جنيه بتاعتك دي لو ما خدتهاش انا هروح ادفع حالك في المحكمه، وبحذرك من اي تصرف ما يعجبنيش، انا مش قليل. يا كل ده عشان بطالب بحقي؟ يعني انت يا دكتور ضميرك مرتاح وانت بتدفع 10 جنيه في شقه زي دي؟ الكلام ده تروح تقوله لجدك الله يرحمه، هو اللي حدد السعر، وضميري مرتاح قوي وانا بدفع لك الفلوس. وبعدين يا ريت تتفضل دلوقتي عشان عندي عياده. طب بعد اذنك بس ممكن تسمعني؟ والد حضرتك اخذ الشقه دي من 50 سنه، يعني كان الزمن غير الزمن، الظروف غير الظروف. دلوقتي انا ظروفي وحشه، انا ممكن اساعد حضرتك ان احنا نبيع الشقه، والرقم اللي حضرتك عايزه وانا ممكن ادفعه. والله واسكن فين انا وعيلتي ساعتها؟ انت فاكر ان انا عندي فلوس في البنك وكده؟ يا ابني اللي جاي على قد الرايح، انا عندي مصاريف الجامعه تقطم الوسط، وانا لسه هجوز واجهز واجيب شقه لابني. وبعدين تعالى هنا، العماره دي اتبنت في الخمسينات ايام ما كان طن الاسمنت اقل من 8 جنيه، يعني انتوا استرديتوا ثمنها وزياده، بتطالبني ليه بزياده دلوقتي؟ بقول لك ايه؟ روح شوف لك شغلانه كده وبطل شغل الشحاته، واياك تيجي وتزعجني تاني. شحاته؟ كتر خيرك يا دكتور. بعد اذنك بقى 10 جنيه. انت مالكيش دعوه، تتدخليش في الموضوع ده، بعدين ممكن ما يجيش. دقيقتين وهتلاقيه بيخبط، ولو سمحت يا بابا بقى تسيب لي الموضوع ده. اهو باين انه جه. استنوا انا اللي هفتح الباب، ادخلوا انتوا جوه. مساء الخير. مساء الخير يا ابني، اهلا وسهلا، اتفضل. شكرا. اتفضل يا ابني. اتفضل اقعد يا ابني. عرفت انك عايزني، خير؟ بصراحة كنت عايز اتكلم حضرتك في موضوع اتكلمت فيه مع كل سكان العمارة. اه موضوع ايه؟ الحقيقة ما عنديش فكرة. هو يعني شقة حضرتك اللي انت قاعد فيها دلوقتي دي بتتأجر في المنطقة هنا دلوقتي من 4 ل 5000 جنيه في الشهر، وانا باخد فيها 10 جنيه، وده طبعا ما يجيش نص تمن علبة سجاير مستورد. في الحقيقة انا شايف ان ده يعني مش عدل، خصوصا يعني حضرتك عارف ظروفي وظروف البلد. اسمع يا ابني،
وفر على نفسك الكلام ده. اولا اوعى تكون فاكر تحت القبه شيخ او طهورك المظاهر. صحيح انا بلبس كويس انا واسرتي وعايشين كويس، بس مستورين يعني الدخل اللي بيجي لنا يا دوب بيكمل معانا الشهر بالعافيه. مش المفروض اقول لك الموضوع ده طبعا، بس في النهايه اللي بيني وبينك العقد يا استاذ عبد الرحمن. والله العظيم حفظت الجمله دي من قبل ما اجي هنا، بس انا كان نفسي يعني تديني فرصه اشرح لك ظروفي وتسمع العرض اللي انا. اسمع يا جدع انت، احنا مش عايزين نسمع عروض، احنا هنا مش شؤون اجتماعيه. ايوه من فضلك ادخلي جوه. ثانيه واحده يا بابا. اسمع يا اخ انت، اقسم بالله انت ما تعرفني ولا تعرف انا ممكن اعمل معاك ايه. لو فتحت موضوع البيت او ايجاره ده تاني يبقى فتحت على نفسك ابواب جهنم ومش هتتقفل ابدا. خلاص يا ايه خلاص. ثانيه واحده يا بابا، على فكره انا محاميه وعارفه موقفنا القانوني كويس جدا، والدوله ربطت العقود دي بدرجه القرابه الاولى، يعني اخرك انا وبعد كده بشبع بالشقه واحنا كمان بندفع الصيان، عايز ايه تاني؟ خلاص حضرتك خلصت كلامك؟ ايوه، ومش ناوي اسمع حاجه تاني، ولو سمحت بره دلوقتي. بعد اذنك يا استاذ عبد الرحمن، العشر جنيه بتاعت الايجار. انا اسف يعني ان انا ازعجتكم، بس والله كان كل املي بس ان انتوا تسمعوني، تسمعوا العرض اللي انا جاي اقدمه. اتفضل يا ابني، انا مجهز لك الايجار ال 10 جنيه اهي. ويا ريت يا ابني مفيش داعي ندخل في المشاكل مع بعض. ارجوك دلوقتي اتفضل، مع السلامه. استفدت انت ايه بقى؟ هو متنكوا عليك وكل واحد عمل فيها عبد الحميد لهبه. يا ابني شغل ولاد الناس بتاعك ده حرق بنزين على الفاضي. تعالى ما بتجيش غير بالعين الحمراء. انت كنت عايز نعمل ايه يعني؟ ارميهم الشباك ولا اقتلهم؟ لا يا حنين، خليك كده انت قاعد بتعض في البلاط وهم هايصين في ملكك بملاليم. موزه بقول لك ايه؟ انا جاي لك عشان تصبرني مش عشان تقطمني. يا اختي كميلة، جاي عشان اصبرك؟ لا يا عم نديم، انا ماليش في كلام النواعم والحنيه والصعبانيات ده، انا بجيب لك من الاخر. طب هو يعني مفيش حل تاني؟ في طب دلني عليك.